مواقع التواصل فيما يتعلق بالأسباب الأحداث التي تحدث، مثلا في سواء كان في حادث أو في ظاهرة معينة وغيره، هل كلما ذكرنا هذه الأحداث نقول لولا الله ثم كذا يقع، وإلا حتى لو ذكر الإنسان السبب الدنيوي لا يضر ذلك بحكم أنه مؤمن أن الذي قدر الأقدار هو الله تبارك وتعالى؟ جاءت النصوص بإسناد النتائج والآثار والأعمال إلى أسبابها. قال تعالى: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ولكن جاء في الأحاديث الترغيب في ربط الأحداث بأسبابها بالله جل وعلا، ولذلك فإن الإنسان لا يسند الأقدار والنتائج على فقط، وإنما يسندها إلى الله جل وعلا ليسلم بذلك توحيده. فإننا نعلم ونجزم بأن الله هو الذي قدر ما يقع في الكون، وهو الذي شاءه، وهو سبحانه الذي خلقه وقدره، وبالتالي نسند هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى.